عبد الرحمن الطارقي، عمري 23 سنة. لما كنت في أقرأ كان عمري 21 سنة في 2016. أنا طالب قانون سنة رابعة. تجربة أقرأ ساعدتني في تطوير مستوى الكتابة عندي وتطوير صناعة المحتوى كذلك. مسابقة أقرأ هي عملت نقش في نفوسنا، شكل أثر على حياتي بطريقة مختلفة. ما في بطولة ثمانية. وصلت السيرة راكضا متأرجحا كهاجرة، باحثا عن ركن السكون الذي كنته قبل لحظات. سيطرت علي مفاهيم اسمي ميسم فداه. شاركت في مسابقة أقرأ في نسختها الثالثة عام 2015 ووصلت إلى نهايات المسابقة. سلمان العواشد 25 سنة، شاركت في أقرأ 2015 ووصلت المرحلة النهائية. القراءة تمثل لي شيء جوهري وأساسي في حياتي مثل الأكل والنوم، ولا تتعارض مع ميولي العلمية ودراستي كطبيب. أعتبر مشاركتي في مسابقة أقرأ نقطة مفصلية في حياتي. كانت مشاركتي دائما متوترة وأخاف أطلع المسرح. بعد التجربة المباشرة تواصلوا معي مجموعة بحيث أن أشارك معهم في تنظيم حدث وأمسك لجنة المتحدثين، وهو حدث مرسى. لطالما كان حلمي منذ البداية أن أكون جراح مخ وأعصاب، ولتحقيق هذا الحلم لابد من الكثير من القراءة. والفضل بعد الله لكل هذه التجارب والتغيير في شخصيتي يرجع لمسابقة أقرأ.